فوزي. خير ابو راشد؟ هاي القهوه الك ووهبني اياها. لا يا ابو راشد، شو عم تحكي؟ مثل ما سمعت يا فوزي، هاي القهوه الك وهبني اياها. خلال ساعتين ما بدي اشوف لا كرسي ولا طاوله، كله برا. لا يا ابو راشد، هي كبيره. ها، لا كبيره ولا صغيره، بالعكس صغيره كثير. كل المشاكل اللي عم تصير بالخام لفراسك، انا ما عاد اتحمل بشوف لك قرني غير القرني. يلا هيك لكان. اي نعم. شو علي يا ابو راشد؟ تكرم عينك، بينت الناس على حقيقتها. فوزي كرمو، طبوا الاغراض، سكرنا عمي. قبل ما نطب الاغراض يا بي، حابب اقول كلمتين لابو راشد، والله لا يجعلنا من النادمين عليهم. قولن، عم بسمعك. بتقول لبنتك نوال انه هي طالب، وما بيشرفني هيك نسب بنوب. ونحن كمان ما بيشرفنا نسبك، وما بيشرفني يكون واحد متك صهري. صالح، صبحي. هون معلم. بعد ساعة ما بدي اشوف لا كرسي ولا طاولة من القهوة هون، كله زدتوه برا. يلا يا برا. درويش يا كرم العنب، درويش يا كرم العنب، طعم العنب شامي، عنقود من عين الدمع، عنقود من عين الدمع، قال السهر نامي. والخان خانك يا قلب، والخان خانك يا قلب، جرح الوفا دامي.